تشرفت بهذا اللقاء الثري مع سيادة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، وتسلم مني رسالة من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون كلها مودة وإخاء وتأكيد على ما سبق أن اتفق الرئيسين بشأنها من أعمال مشتركة من دفع للتعاون بين البلدين الشقيقين وتكثيف التنسيق والتشاور في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك. مثلما تعلمون لقد شاركت تونس الشقيقة في إنجاح القمة العربية بجزائر، فأنا شاكرت فخامة الرئيس على هذه المساهمة القيمة، كما تناقشت مع سيادته بعض الأفكار المرتبطة بتنفيذ بعض القرارات الأساسية في مخرجات قمة الجزائر، سيما ما يتعلق بنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق من خلال إحقاق حقوقه غير القابلة للتصرف، وكذلك تمسك بلدينا بمبادرة السلام العربية. فنحن كلنا عزم على مواصلة العمل والتنسيق كبلدين شقيقين تربطنا علاقات تاريخية، مصالح متقاسمة، وتربطنا كذلك آمال واعدة في مستقبل بلدينا والأمة التي ننتمي إليها مغاربيا عربيا ودوليا. شكرا لكم.